حقائق التاريخ ثابتة كمعالم الجغرافيا لا يمكن تأويلها. تلك هي مجازر الأرمن التي ارتكبها العثمانيون ضدهم في جرائم عنصرية بشعة ومذابح جماعية ارتكبت بحق الشعب الأرمني الذي أحيا الذكرى السنوية 105 لتكون شاهدا على أرواح أكثر من 1.5 مليون شخص ذهبوا ضحيتها لتكون دليلا دائما وماثلا على إجرام وصف بأنه الأسوأ ضد الإنسانية قبل أكثر من 100 عام، وما زالت ذكراها المؤلمة عبر العقود تلاحق الحكومات التركية المتعاقبة رغم محاولاتها طمس الحقيقة وإنكار الوقائع التاريخية الموثقة. المذابح التي استمرت على فترات ما بين عامي 1915 و1923 ترافقت مع عمليات اعتقال وإعدام وتهجير ومصادرة للممتلكات وحرق للمدن والقرى الأرمنية، حيث لم تنحصر الجرائم بمذبحة واحدة بل بأكثر، تبعتهما إبادة جماعية تعتبر الأسوأ في التاريخ. الشعب الأرمني بإحيائه الذكرى السنوية 105 للإبادة العثمانية، فإنه يجدد تمسكه بمبدأ تحقيق العدالة لأرواح الضحايا، ولو كان ذلك عبر الاعتراف الدولي بهذه الجرائم، حيث توالت مثل هذه الاعترافات في السنوات الأخيرة من قبل 31 دولة ومنظمة عالمية. طريقة إحياء ذكرى الإبادة العثمانية للأرمن كانت هذا العام مختلفة بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث قامت أرمينيا بتكريم ذكرى الضحايا بإطفاء أضواء الشوارع والمنازل في جميع أنحاء البلاد. أحمد المفلح للإخبارية.